طيب خلونا نروح برضو نتابع مع حضراتكم كده من أسوان، والمشهد اللي كنا بنشوفه امبارح ونعيده تاني مرة تانية كده مع حضراتكم دلوقتي، وبرضو نشوف المرور هناك عامل ازاي. احنا مش هنشوف المرور يا جماعة، احنا نشوف المشهد بس. مشهد قلتوا لي المرور. صورة طبعا بديعة زي امبارح. طب هي الحالة المرورية هناك ايه بقى، بما ان احنا برضو بنعرض مشاهد حلوة، الحالة المرورية في أسوان ايه دلوقتي؟ حد برضو تتوقع ايه؟ اكيد الدنيا رايقة، أسوان هي باينة، هي خلاص باينة. أسوان هادية ممكن بس في الميادين الرئيسية في المحافظة، لكن أظن إن أسوان من المدن اللي ما فيهاش كثافات مرورية قوية، يعني أظن الدنيا بتبقى عادة لا بس مع المؤتمر ومع السياحة مؤخرا ازدادت هناك ممكن. نسبة الإشغال في الفنادق بيقولوا إنها وصلت لحوالي 95% و100% من فنادق أسوان طبعا ضيوف المؤتمر، إلى جانب الحمد لله رب في حركة رواج سياحي بتشهدها المحافظة. المشهد يا جماعة أكتر من رائع، يعني استمتعوا كده واتفرجوا وشوفوا جمال وحلاوة بلدنا، حاجة رائعة، حاجة رائعة رائعة.